اليونيكورن كائن خرافي بيعشق الأطفال والكبار وخاصة الفتيات، وتاريخيا هذا الكائن رمز للخيال والأشياء النادرة. في اليونان وقعت من أيام حادثة كان اليونيكورن فيها حاضر، لا كان بطل هذه القصة، كمان قصة أغرب للخيال والله. اللي صار أنه بنت صغيرة عمرها 4 سنوات تاهت من أهلها في البحر بعد ما سحبتها الموية والأمواج وضيعتها. الأهل قدموا بلاغ بفقدان بنتهم، وتمكنت عبارة من إنقاذ الطفلة بعد ما لقوها بفضل عوامة اليونيكورن اللي كانت ركبتها. Давай, давай, давай.